محمد الغيطي الأستاذ الكبير في ضيافتنا. ومحمد الغيطي يهاجم شيرين عبد الوهاب. بص معي على الخبر ده. بتصريحات نارية، عنا فيديو، عنا أقاويل، وعنا أحاديث. كين كلامك قاسي تجاه شيرين؟ الكلام ده في 2019 صح كده؟ صح 19 صح. لا انا يعني الكلام ده كان ليه مناسبه. الفيديو ده كان ليه سبب. انها اعتقد كانت في حفله، كانت في الكويت. ايوه كانت بالكويت بالظبط. صح. وقلت لها انت غني، ما تتكلميش بالظبط. لا، ويا ريت قضيت على كده. حتى في كلام اخر انت استخدمته. وانا زلت عند رايي انها تغني ولا تتكلم، لانه هي عندما تفتح فمها بالكلام بتسقط كثير من القيم في كلامها، وتفقد كثير من رصدها. هي عفوية، شيرين حد عفوي. يعني ما بتعرفش تتصنع وتقول كلام وتمثل. اللي بيطلع على بالها بتقوله. طيب احنا عندنا في حاجة وانت عارفاها ودرساها، اسمها كيف تصنع النجم وكيف يتعامل النجم مع الجمهور. وعندنا قبل شيرين ما تتولد كان في فنانين كتير جدا، مثلا هي يعني العظيمة وردة مثلا، حصل في حياتها أزمات أفظع من اللي بتمر بها 20 مليون مرة. إزاي تعاملت؟ كانت ممكن تطلع إزاي تعاملت؟ عبد الحليم حافظ إزاي كان بيتعامل مع أزماته؟ في بقى كانوا بيعملوا بس الزمن الماضي غير الزمن. ما أنا هقول لك بقى، هو يعني نفس اليوم سوشيال ميديا، إذا كلمت صاحبتها ممكن تسرب رسائل. أنا أكمل لك إنه حتى بره ده موجود. الإيجنس اللي بتتولى في أي فنان قبل ما ينطق بكلمة بتقول له هيقول إيه. زمان عبد الحليم كان أصدقائه مصطفى أمين، وحتى شادية بالمناسبة نفس الحكاية، وعلي أمين، وإحسان عبد القدوس، ومحمد حسنين هيكل، غير محمد حسين هيكل القديم يعني. ودول ومحمود عوض ده العظيم ده اللي محدش يعرف عنه حاجة، ده أعظم صحفي، من أعظم الصحفيين والكتاب في تاريخ مصر. فكان دول الشلل اللي كانوا بيقولوا لهم يقولوا ايه، ما يقولوش ايه، يتكلموا ازاي، يقروا مين ايه. مين اللي كان متهور بكلامه اكتر من غيره حسب معلوماتك؟ في انو جيل؟ بالجيل القديم اللي كان لازم له ضوابط. شيرين اذا بدك مريم فخر الدين. مريم فخر الدين انا دي كانت صاحبتي، وقالت معايا كلام ما يتقالش اساسا. جد؟ وقالت لي انا شخصيا كلام ما يتقالش، وقالت على الهوا كلام ما يتقالش. يعني انت نشرته صح؟ نشرت جزء منه. انا كنت رئيس تحرير مجله الاذاعه والتلفزيون. انما هي بس يعني نشرته انت يا محمد. ما حبيبتي انا يا سبايسي. ما بصي انا خدي بالك، انا في فتره رئاسه المجال اللي عملت انفرادات، انا اول واحد نشر موضوع نبيله عبيد وجوازها من اسامه الباز. ما كانش حد يعرفه يعني، بس بالاتفاق معاها قلت لها انا هعمل كده. فقالت لي طب اصبر شويه، فما صبرتش. بس يعني خدت الجرين لايت. وكان موضوع عمل دوشه. فهي شيرين لازم تستشير ناس مثقفين. وبعدين في حته تانية بقى، الجيل برضو هتكلم تاني، ورده وشاديه، وحتى يمكن اقول لك ايه اللي هو لغايه مثلا اقول اصاله مثلا، لغايه ميادة الحناوي مثلا، الجيل ده كان قارئ. يعني كانوا بيقروا. يعني انا مش عايز اقول اسمها برضو، اذكر مطربه من الاجيال الجديده دي كانت بتقول لي هو انت تنصحنا اقرا ايه؟ فكنت اجيب لها كتب وبعدين ما تقراهاش، حطها. ممكن يكون مثلا مديرة اعمالها هي اللي تقرا، او مدير اعمالها اللي يقرا. فده جيل لا يقرا، ودي ماساه. دي ماساه. انت لازم تعرف السر. بس لانه شيرين اخطات مره في التوانسه على ما اعتقد، كانت في مره في تونس وعملت غلط استفز التوانسه. مين شيرين. فهي بتلخبط، هي بتقول كلام هي لا تعيه، فبتقع في شرك الاستفزاز الناس. وحتى في حديثها الاخير قالت كلام كتير المفروض ما يتقالش. طب ليه ما نقولش انه ست مظلومه منفعله؟ تلتمثلها اي عذر، لكن مش على الملأ، خصوصا انها شخصيه عامه. اصل ده معناه ايه؟ ان انا لو حصل خلاف بيني وبين مراتي فانا هطلع اشلق لها، او هي طلعت تشلق لي كده، زي ما شيرين اتعملت. الشخصيه العامه ليها رولز، تدش يعني ما تدشنش سلوك منحرف. هي اللي عملته. مش يمكن عم بتقرب المسافه بينه وبين الجمهور يعني؟ غلط. كانه عم لا لا يعني لا لا. واحد انا صديقتك. انت سمعتي جوني ديب وامبر؟ سمعت. وسمعتي قالوا اي كلام بره المحكمه؟ ما قالوش.
اي اساءه او اي هي حتى جوه المحكمه كان هو بكلام وكلام محدد، لان هو عارف كل كلمه هيقولها جوه هيتحاسب عليها لو طلع فيها كذاب. الكذب صعب، الكذب هناك عقوبته صعبه. يعني انت برايك شيرين عم تكذب؟ ما تحطنيش في هذا المزنة. ليه؟ انت صحفي ما عندك مشكلة، انت لا بتقول اشياء. لا ما اعرفش، ما اقدرش اقولها. ده لان ما عنديش مستند، بس عم بتلمح. بس هي اعطت فرصة على الملأ لكي تتكلم عن جوزها، هو ما خدش نفس الفرصة. بالمناسبة يمكن هو مش عاوز يتكلم. لو انت سألتيني انا اكثر تعاطفا مع مين، انا والله العظيم انا متعاطف مع شيرين. انا متعاطف معاه. ليه؟ بس مهنيتي وموضوعيتي تقول لي لا، الموضوع فيه خلل، وانها عيب كانت تطلع تقول الكلام. خلل بايه؟ خلل في طريقه المعالجه. انت هي عندها مشكله. عندها مشكله. مشكله ايه؟ روحي قدمي ده للمحكمه، قولي ان هو سرق عربيتي المرسيدس، قولي خد ورقي ضربني، ده حلق لي، قولي ده، كل ده القانون يديك حقك فيه. انما مش على الملأ، لانه في بنات سامعينها مقبلين على الجواز، وفي اسر هي مهددة. بتقول انه البنات اتاثروا مهدده، تاثروا كل الفتره. يبقى انا هدمر هي مثلا، انا اسف، انا دمرت نفسيا بنتينها مثلا، عايزه تدمر بنفسيا بنات الاجيال كلها ولا الاسر كلها؟ ما ينفعش.